هذا الأفق النفسي عند علي بن أبي طالب، الأفق العلمي عند علي بن أبي طالب مو معجزة، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. نعم، ويقف على منبر الكوفة ويصيح سلوني قبل أن تفقدوني. يبعث التشكيك بعض المؤلفين المتأخرين يقول شو الخرافات هاي، شنو سلوني قبل أن تفقدوني؟ ها من قل له انت مو عندك صبر، انت شبرت التاريخ، سمعت ان علي بن ابي طالب طرحت عليه يعني مثل ما يقولون احنا لا نروح يعني مو اكو غلطات هنا، اكو البعض يتصور ان الامام يقول شلوني قبل ان تفقدوني، يقول حتى لو ردوا يسالوه عن مثلا قضيه ميكانيكيه او فيزيائيه ما له معنى، الامام سلام الله عليه هذا مثل ما يقولون عموم مخصص بالحال. نعم، يعني المقصود العلوم الإسلامية ذات العلاقة ببناء المجتمع، شلوني قبل أن تفقدوني عنها. الواقع كان يسأل عنها وما كان يتلكأ في الجواب أبدا، لأن الله عز وجل منحه هذا العطاء الجزل، أهله لحمل هذا العطاء الجزل. فكان علي بن أبي طالب معجزة في علمه، ومعجزة في خلقه، ومعجزة في عدله، ومعجزة في كل جانب من جوانب حياته. يقول له أحد الأدباء: فإذا ما انتهى إليك بياني فتغنى وغردت ألواحي، فلأن النفوس من بعض راح تنتشي، كيف لو حشت الفراح، قد يجين الخميل بضع ورود وبمعناك جنة من أقاحي.